السلام عليكم، اهلا اخواتي وخوتي ولادي وبناتي. صباح الخير عليكم، ان شاء الله يا رب تكونوا كامل لاباس وبخير. يا رب كيدخل الفيديو تاعي عندكم تكونوا كامل بخير، تكونوا فرحانين، ربي يفرحكم ويوفق الجميع. روتين جديد تاني في الحر، هنا كان الصيف كانت سخانه بزاف. نوضنا الصبح طبعا ما نساوش الاذكار ونصلي والفجر تاعنا والصبح وكامل، ومن بعد نشرب قهوتنا ونصلي الضحى ما تنساوهاش تسعة حتى قبل الظهر بواحد 10 دقائق، ولا هذا هو الوقت تاع الضحى. تقدروا تصليوا 2 ركعات ولا 2 ربعة ولا شحال ما قدر ما تقدروا، اقلها ركعتين. فوائد تاعها بزاف. ومن بعد هودنا كما تشوفوا البحر الصباح يكون نقي ما شاء الله، بارد شويه بصح مليح ونقي غايه. هذا البحر تاع عائلات روعه، دائما نهودكم معايا كي نطلعكم معايا. انا بدا بيا نصور لكم حتى نهار كامل، عندي لكم وقت طافات باش الفيديو ما يجيش طويل عليكم بزاف. ان شاء الله الجوله تاعنا تكون عجبتكم، تشوفوا كي تشوفوا الطبيعه هكا نريحوا نفسيا. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما شاء الله، سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. سبحان الخالق مصور المبدع، ما شاء الله. نقاوة البحر والسماء صافية روعة روعة، ما شاء الله ما شاء الله. بنات الجزائر كاملة راهم يعومون تقريبا كامل لبسة تاع السباحة تاع المتحجبات. من بعد رجعت معكم للدار كما تشوفوا، خلطت شوية سميد وفارينة، سميد رطب مع فارينة، درت لهم شوية خميرة تاع العجين وغرفة تاع الحداش غرفة تاع خميرة كيميائية وغرفة صغيرة تاع ملح وزوج مغارف تاع سكر. كما تشوفوا في سات خمرة سخانة بزاف، خلطتهم بيدي شوية ماء دافي، طلعوني قطعتهم شوية، درتهم ليبيني وشوية درتهم سفنج كما تشوفوا. جو هشاش والله، تحس بديتهم بالفارينة، هما خلط السميد والفارينة. تشوفوني نقلي في القميلة اللي ندير فيها الحليب تاع راكم عارفين ديار تاع الناس، ما تجبريش كامل الحوايج كيما نجبرو في ديارنا. بنفس العجينة قاس منها الخبز تاني، بس ما جات قصاتني كيفاش ديري نفس العجينة ديريها خبز وسفنج وليبيني. كيما تشوفون نفس العجينة قطعت شوية هادي نطيبوه مناشفين يجيو خبز، شوية تقبتن في الوسط بس ما تحب السفنج، خوتها يحبوا ليبيني باش يديروا في الوسط مربى كونفيتير. كنا كان عندنا كونفيتير تاع الكرموس، وكاين اللي يدير فيها الشوكولا تاع الطالع. وراني نطيب في المقله، تشوف هذه اللي جبرتها في هذا الدار حتى الكوشه ما يستخدم. طيبتهم من جهتين، والبنات الصغار دائما يستعينوا بابي كويسون باش تنجموا تقلبوا. هنا طيبت لاتاي العشيه، فطورنا صحه، فطرنا الخبز نديروا فيها اي حاجه، في شويه فريت ولا اللي كاين. وهنا ندير الشوكولا نديروه في ليبيني، خاصة في البحر كي نشوفو هاد الحوايج يجيو، كي نشوفو البحر يجي في خاطرنا هاد ليبيني كيما هكا، أحسن لي نشريوها من برا. تشوفو ديرو رطل الفارينة وانتما ديرتو خيرات ربي تاع السفنج وليبيني كيما تشوفو. بس ما عمراتهم بالشيكولا، شربنا على تاي، اللي يحب يدير الخبز يدير فيها كونفيتير ولا اي حاجه. بعد عاود هودنا وديت معي شويه حبات، خاصه على الشاطئ يجي بنان بزاف. سمعوا الامواج ما شاء الله، فالصيف تشوفوا من العصر حتى المغرب صغير بزاف. أواخر الصيف البحر يكون روعة، تشوفو هادي دافي، خاصة العصر والمغرب اليوم رائعة حامية، تكون السمش نهار نهار ضاربة فيه يحمى. هذا الحرف هي العائلات من دون ولاد مصغار كما تشوفوا ما شاء الله.
الشاب تاعي ما حبيتش نصور الناس. الامواج كتسلم تريحو تستغفو تسلم على راسو نطلعكم معايا على الدار تاني. توضينا صلينا المغرب وانا نحضر العشاء تاعي. خبزها عندي ما زدتش نعجن العشيه، نعجني وقت في النهار. كلينا لي بني وسخنت في الزيت، كنا سلقت البطاطا ما حبيتش ندير الزيوت بزاف، قريت البصل والفلفل والطماطم شويه الثوم قريتهم مع بعضهم، درتهم يتقلاو في الزيت بلات عليهم. كسوه تاني نشرتها كامل، غسلتها شللتها بشويه ماء وشويه اومو، نشرتها درتها بس تصبح يابسه الصباح. وانا نصور لكم الليل كما تشوفوا الدواء ساكتة، والله تريحوا نفسيا كتبدلوا البلاصة. انا نخدم عشاتي ولادي راهم كل واحد يدير حاجة. ان شاء الله روتيناتنا يعجبوكم في البحر، تكونوا استمتعتوا معنا. انا تاني اخوات كيحطوا فيديوهات نستمتع معاهم ونفرح معاهم ونفرح لما ربي يفرحكم كامل يا رب. كي دخلتوا جداد معانا ما تنساوناش لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم، نورتونا وشرفتونا. اللي راكم معنا راكم على راسي، مرحبا بكم دائما معايا. ربي يوفقكم ويفرحكم وينوركم ويوفيكم ما راكم تتمناو يا رب. كما تشوفوا مره ندخل نخرج شويه لبرا البروده، مره ندخل تشوفوا معايا عشاتي شفت ندير. تشوفوا جود بالموجود، الحاجه قليله وحنا نفرحوا، خاصة هاد الأيام غلا والبيض غلا والدجاج كل شيء راه غالي. تشوفوا بحاجة اللي كاين في الدار طيب، ياخذ نديرو شوية شوكولا ولا شوية بطاطا مسلوقة مقلية مع فلفل وبصل، تجي روعة ما شاء الله. ها شوية مقارون قليته مع الثانية شوية فلفل وبصل، عجي ولا ليمونات الخبز. تشوفوا من الصباح غادا طرية نديرو فيها فرماج، شوية هاد شوكه هذه تاع البطاطا جاتنا ان شاء الله بنينه بزاف، والبحر يوكل اي حاجه ديروها دي بنينه. يرقى لو كان تسرقوا فيها روز ولا اي حاجه اللي كاين طيبوه. لا موافق كي نطول نجيب حتى حوايج حتى توابل حتى حوايج ندير حتى الطعام حتى اي حاجه. هذا كان عشاتنا، ان شاء الله يكون عجبكم روتيننا ان شاء الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ولا يضيع. مع السلامه.